السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نهضر على كما طلبوا مني بعض الاخوان والاخوات، نتكلم لهم على شروط او قيود السفر الى المملكه المغربيه. في هذه الحاله انا ساكن في بريطانيا، غادي نتكلم على يعني السفر من بريطانيا الى المغرب ومن المغرب الى بريطانيا. اول حاجه باش نفهموا بعض يعني الغموض او التساؤلات نتاع الناس، ولهذا قررت ندخل الويب سايت نتاع الحكومه البريطانيه gov.uk ونشوفوا يعني واش نطالبين يعني القيود السفر. غادي اولا تحط موروكو ترافل ريستريكشنز على جوجل، من بعد غادي تدخل على البيج هذه اللي فيها نتاع الحكومه موروكو، غادي نهبطوا هنايا كوفيد 19 انتري ريستريكشنز فور موروكو، غادي نكليكيو على هذا اللينك الازرق تشيك ذا انتري ريكويرمنتس سيكشن، يعني شوف يعني شروط الدخول. فوالا نهبطوا كما نقراو هنايا شروط الدخول. المهم قريت هذا النص هذا من يعني كامل المفهوم ديالو او الترجمه، انه يقولوا ان الحكومه المغربيه رجعت يعني السفر في 7 فيفري 2022، والامور يعني او القوانين اللي طالبها باش يدخل الانسان من بريطانيا الى المغرب يلزم له يعني يكون عنده تلقيح كامل البوستر اللي هي الثالثه، وكذلك يدير واحد البي سي ار قبل ما يخرج من بريطانيا 48 ساعه تكون قبل يعني الفلايت ولا قبل تاريخ الطيران. البوستر هذه ضروريه منها باش تدخل الى ارض المغرب كما قالوا لنا الاخوان. ثانيا يكون عندك البي سي ار كما قلنا قبل 48 ساعه، اللي عندهم دراري صغار اقل من 6 سنوات يعني ما يحتاجوش يديروا هذا البي سي ار اللي هي اقل من 48 ساعه في بريطانيا. اما بالنسبه ل يعني الباسبورت كوفيد باسبورت، الدراري اللي اقل من 18 سنه ما يحتاجوش يبروفيو يعني الكوفيد ستاتس ديالهم، ما يحتاجوش هذيك السيرتيفيكا، يعني السيرتيفيكا نتاع الفاكسان كتكون غير مصحاب 18 سنه فما فوق، هما اللي خصهم يجيبوا البروف باللي عندهم التلقيح الكامل فولي فاكسينيتد بالانجليزيه. هذه وحده. ثانيا غادي نتكلم على ديك البي سي ار او داك الانتيجين اللي كانوا يديروه في المغرب، ملي فورا وصولك الى المغرب كانوا يديروا واحد الانتيجين، يعني يشوفوك هكا اي واحد يدوز كيدير يخوروا له في نيفو كيديروا له الانتيجين يشوفوك بلي راك نيجاتيف ما فيكش المرض. هذه وحده. هذاك تلغى هذا البارح يعني من اول مارس على حسب الهيلث مينستر يعني وزارة الصحة، الغاو هذاك البي سي ار، دابا باقي غير عشوائي يعني كيديروا شي بي سي ار هكا راندوم تشيكس، تبان لهم شي واحد يقولوا له زيد منا نتايا، ميك شور كي توصل تما للمغرب ما يكونوش يبانوا عينيك حمر ولا تبان خنونتك سايلة. سقم روحك كي توصل للمغرب، سقم روحك حتى تفوت الديوانة. هذا الشيء اللي نقول لك، سينو الا قبضوك راه غادي يمرضوك تما، يمرمدوك ومن ويلو اللي تيست بوزيتيف يعني يلقى فيه البوزيتيف المرض، الله ينجينا ونجيكم، هذاك راه غادي تفوت عليه واحد الفاكونس. واش نقول لك بلا ما نحكيو. بالنسبه للسكان تاع بريطانيا راه عندهم الغالبيه عندهم الابليكاسيون تاع الان اتش اس في التليفون ديالهم، فيها كات يعني تبروفي ستاتس باللي راك فاكسيني عندك يعني اللقاح الكامل، توري لهم يعني في خلال السفر توري لهم الكيو ار كود ديالك في التليفون، ولا كاين اللي يطبعها يعني ورقه، اللي ما عندوش سمارت فون يطبعها ورقه ويجيبها معاه، كذلك هذه مقبوله. المهم باش نشخصوا القضيه، الى راك ماشي من بريطانيا الى المملكه المغربيه يلزم لك ثلاثه نتاع الحوايج بدون نقاش، يعني ثلاثه نتاع اللقاحات البوستر حتى هي، البي سي ار تكون اقل من 48 ساعه، وثالث حاجه تعمر هذاك الباسنجر نتاع سانيتاريو نتاع الصحه تعمرو تديه معك واجد باش تكون مريقل. هذه وحده. الان غادي نهضروا على الناس اللي يبغيو يخرجوا من المغرب الى بريطانيا، يعني على حسب الموقع هذا فوالا تو ليف موروكو ا فاليد فاكسين باس از ريكوارد فور اول باسنجرز ايجد 18 اند اوفر، يعني باش تخرج من المغرب الا كان عندك 18 سنه فما فوق ضروري عليك يعني تكون عندك اللقاح ديالك الكامل، سينو ما غاديش تقدر تطير. ذلك الحاجه الوحيده اللي بريطانيا خلاتها على جميع يعني المسافرين اللي جاي لبريطانيا، يلزم
يعمر بما يسمى بالباسنجر لوكيتا فورم. الباسنجر لوكيتا فورم هو الفيرسيون بحال نتاع الهيلث سانيتاريو اللي عمرنا قبيله نتاع المغرب، اللي قلنا عليها نتاع المغرب.